مختار شاب من ولاية غيليزان، جعل من هوايته في تربية مختلف أنواع العصافير مصدر رزق له، حين افتتح محلاً لبيع مستلزمات الحيوانات. هذه الحرفة تعلمتها من اللي كنت صغير، الحمد لله يا ربي. أنا كنت هاوي، كنت مربي، هيا والحمد لله صرتها كما أقول لك هواية منتجة، الحمد لله يا ربي. هيا وليت ربي ومن بعد بانت لي بان حل تجارة. الماكلة تاع القطط راه عندنا لي كروكيت، راه عندنا ميم لي كروكي تاع الكلاب، راه عندنا المقارون، عندنا الطون، وميم عندنا الأدوية تاني. زبائن مختار أكدوا خبرته في هذا المجال وأنه مقصدهم الأول لطلب النصائح حول تربية العصافير واقتناء مستلزمات مختلف الحيوانات. نشري عليه مثلا المأكولات، دي فوا الدواء الخاص بالعصافير، زيد من جا عند المحل زيد ينصحك باللي يشهد دير ما ديرش. انا نجي نشرب من عندها الماكله تاع الزواوش، انسان يتعامل غايه، عندها قال الادويه، عندها قال المواكل، عندها حاجه اللي تحوس عليها تبعنا تاع الزواوش. هذا ويامل اليوم الشاب الجزائري توسيع نشاطه ونقل خبرته في تربيه العصافير لعشاق هذه الهوايه.